من السهل أن نتحدث عن المساواة والكرامة والعدالة، لكن بدون مشاريع على الأرض تجسد هذه القيمة سيكون الكلام كلاماً السوداني كلام ساكت. هذه الندوة اليوم هي فتح في علاقة المثقف المصري بالسودان وإجلاء هذا الأمر وتجسير الهوة بين الطرفين. دولة قطر قدمت نموذجاً جديداً أنهم استقبلوا كل الفاعليات وأصحاب الحظ في دارفور الذين يرغبون في السلام. أتمنى إن شاء الله ننجح في إخراج جيل يؤمن بأن الأصل السلام وليس الحرب.